مع سياق الاخبار هيكون معايا النجم الكبير احمد بلال بعد الانترو والاخبار اللي هنقولها على حضراتكم ونطمن حضراتكم من خلالها على النادي الاهلي ونجومه. تعالوا في الاول نشوف، كان في تصريحات مهمه للاسطوره رئيس النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب. تعالوا نستعرض هذه التصريحات بسرعه. كلام مهم جدا جدا كالعاده، كابتن محمود الخطيب لما بيتكلم اكيد بيتكلم عن الهدف وبيتكلم كلام في المصلحة العامة قبل ما يكون في مصلحة النادي الأهلي. كابتن محمود الخطيب في تصريحات صحفية أعرب عن خالص شكره وتقديره للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وبعض القيادات الأمنية رفيعة المستوى لتشريفهم منزله وبذل الكثير من الجهد والوقت لإيجاد حلول لتداعيات تأجيل لقاء القمة. مشكلة كبيرة حصلت عن هذا التأجيل، هنقول لكم كمان اللي حصل في نفس السياق، لكن تعالوا نكمل تصريحات الأسطورة كابتن الكبير كابتن محمود الخطيب. قال إنه ممتن لحضور واهتمام وزير الشباب والرياضة والقوادات الأمنية وحرصهم على المصلحة العامة وتقديرهم للنادي الأهلي وتوضيح الصورة والكشف عن الكثير من الكواليس الخاصة بتأجيل لقاء القمة بعيدا عن المغالطات التي ترددت في بعض وسائل الإعلام. كلام مهم جدا زي ما بقول لحضراتكم وهنتكلم عليه. قال كمان الأسطورة أنه تفهم الموقف ومعه أعضاء المجلس الذين تواجدوا في الاجتماع المشار إليه ورحبوا كالعادة بإعلاء مصلحة الوطن والتأكيد على احترام الرؤية الأمنية حسبما أشار الأهلي في بيانه قبل أيام. رحب مجلس الإدارة، والكلام لا يزال على لسان الأسطورة الكابتن محمود الخطيب، بالاقتراح المطروح من قبل السيد وزير الشباب والرياضة في ضوء المناقشات التي جرت وتغيرت معها المعطيات الخاصة بقرار الأهلي السابق والمدون في بيانه بعدم خوض أي مباراة في بطولة الدوري قبل إقامة لقاء القمة. أضاف النجم الكبير الكابتن محمود الخطيب أنه كان هناك تقدير من جانب النادي الأهلي لمصلحة البلد أولاً ولزوال الأسباب التي ترتب عليها موقف النادي الأهلي وما جاء في بيانه الأخير، وتضمن الحل المقترح في نهاية الاجتماع تأجيل مباريات الدوري إلى ما بعد بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، وأن يجري السيد وزير الشباب والرياضة مشاورات مع الجهات الأمنية واللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة لتحديد موعد مناسب أمنيا لإقامة مباراة القمة والتنسيق مع الناديين. وفي ضوء ذلك أعلن اتحاد الكرة موعدا مبدئيا لمباراة الأهلي والزمالك دون تحديد تاريخ إقامة اللقاء والملعب الذي سيقام عليه، وهو ما سوف يتم حسمه لاحقا، وكان لابد أن يعلي النادي الأهلي ومجلس إدارته مصلحة الوطن. أكيد ده الطبيعي بتاع النادي الأهلي على مدار العصور، والكلام طبعا على لسان الكابتن الكبير كابتن محمود الخطيب، خاصة في ظل الحرص الشديد من القيادات المخلصة في الدولة على إزالة كل الشكوك حول أي من الأمور الخاصة بتأجيل مباراة القمة، وقيام الدكتور أشرف صبحي بمجهود كبير كرجل دولة يعمل للمصلحة العامة ومصلحة بلده ويقدر قيمة النادي الأهلي وانحيازه الدائم للوطن وقضاياه. وطلب الكابتن الخطيب في تصريحاته التأكيد على العديد من النقاط. أولا الرؤية الأمنية لها احترامها وهيبتها، ده كلام الكابتن الكبير كابتن محمود الخطيب، وبالتالي لا يجب أن يتحدث أي شخص باسم الجهات الأمنية. كلام مهم جدا جدا جدا، أكد الكابتن الخطيب على احترامه الكامل أو احترام النادي الأهلي الكامل للجهات الأمنية واحترام هيبتها أيضا، وقال إنه لا يجب أن يتحدث أي شخص باسم الجهات الأمنية، وإذا كانت هناك ضرورة للحديث فلابد أن تكون في الغرف المغلقة وليس عبر وسائل الإعلام. لم يكن من المنطق أن يتم الإعلان عن تأجيل مباراة في منتصف الليل وأن يتم اختيار أطرافها قبل صدور بيان التأجيل بعشر دقائق دون أي حوار أو توضيح أو تنسيق مع طرفي اللقاء، خاصة لم يكن هناك ما يدعو للاستعجال وإعلان قرار التأجيل ليلا. لابد أن يحرص اتحاد الكرة على ثبات مواعيد جدول المسابقة في الملاعب التي يحددها دون تقديم أو تأخير أو تبديل لمباراة للمزيد من العدالة والاستقرار بين الأندية المتنافسة، والأهم من هذا الأمر سوف يساهم في الارتقاء بالمستوى الفني أو الأهم أن هذا الأمر سوف يساهم بالارتقاء الفني للاعبين في كل الأندية، وهو ما يساعد الأجهزة الفنية للمنتخبات على انتقاء أفضل العناصر لتمثيل مصر في المحافل الدولية. نتمنى عند تحديد موعد نهائي إقامة مباراة القمة ومناسب أمنيا في ضوء المشاورات المتفق عليها أن يكون هناك تنسيق مبكر
كلام يا جماعة في منتهى الأهمية، يعني الناس تحاول تتفهم هذا الكلام لأنه كلام مهم في المصلحة العامة عموما. نتمنى عند تحديد موعد نهائي لإقامة مباراة القمة ومناسب أمنيا في ضوء المشاورات المتفق عليها أن يكون هناك تنسيق مبكر مع الأطراف المعنية حتى لا يتكرر ما حدث. نتمنى أن يقوم اتحاد الكرة بمساندة الأندية ويكون حلقة الوصل بين كل الأطراف وفي مقدماتها الجهات الأمنية لاستعادة الحضور الجماهيري الكامل في المباريات لإسراء المسابقات الكروية فنيا وتسويقيا. لابد من دعم الحكام المصريين وتطوير مستواهم فنيا من خلال برامج ومعسكرات، وأن يحصلوا على المقابل المالي الذي يناسب ما يبذلونه من جهد وما يتحملونه من مسؤولية. وفي ذات الوقت لابد من العمل على سرعة تطبيق تقنية VAR أو الفار لمساعدة الحكام على تلافي أي أخطاء تقديرية في المباريات مثلما يجري في الدوريات الأوروبية. ضرورة تفعيل دور اللجان باتحاد الكرة، خاصة لجنة الانضباط والأخلاق، لجنة الانضباط والأخلاق للحفاظ على استقرار المسابقات وإيقاف أي تجاوزات، خاصة وأن النادي الأهلي تقدم بثلاث شكاوي رسمية للجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة، الأولى في عهد المجلس السابق واثنتان عقب تولي اللجنة المؤقتة الحالية المسؤولية، ولا يزال النادي الأهلي ينتظر البت في هذه الشكاوي. كابتن محمود الخطيب بيأكد على ضرورة تفعيل اللجان وخاصة لجنة الانضباط والأخلاق، مهمة جدا جدا، أكيد حضراتكم عارفين طبعا التداعيات. ضرورة قيام اتحاد الكرة بأخطار الأندية بلائحة الجزاءات التي يستند إليها عند تطبيق أي عقوبات للاطلاع عليها وإبلاغ كل عناصر اللعبة بها لتجنب أي تجاوز، وفي نفس الوقت تكون هناك قناعة لدى الجميع بهذه العقوبات حال صدورها. لابد من تكاتف كل الجماهير بمختلف انتمائها وأن تقف خلف المنتخبات الوطنية وتساند الأجهزة الفنية واللاعبين لتحقيق طموحات الكرة المصرية. كابتن محمود الخطيب ختم تصريحاته الصحفية كالعادة واثق بأن جماهير الأهلي الوفية سوف تستمر في مساندة فرق النادي الرياضية بكافة المسابقات لمواصلة رحلة الإنجازات والبطولات على كل المستويات، وهذه الجماهير العظيمة تستحق كل الشكر والتحية. ده كان كلام الكابتن محمود الخطيب في تصريحاته الصحفية، كلام مهم جدا جدا جدا، في كلام أيضا بين السطور للناس اللي يعني بتجيد فهم اللغة العربية. تصريحات كانت مهمة، كان تداعيات كتير وأخبار سمعناها بعد تأجيل لقاء القمة اللي احنا ما كناش عارفين أسبابه، لكن الكابتن محمود الخطيب يعني اتكلم كلام مهم جدا زي ما قلت لحضراتكم بعد زيارة سيادة الوزير وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي. طيب محمد